أخي هذا البيت، تعال. أنت؟ مرحبا، كيفك؟ أنا منيحة، أنت شو عم تعمل عنا؟ تفضل، يلا، توصيل طلبيات. طلبيات؟ إيه بس لشو كل هاد؟ هدول، إلكن أنتو، شكراً. مع أني بس بوصل الأغراض على العنوان، والشباب هنن بيروحوا ليوصلوا على البيت، بس اليوم زبون مميز طلب هي الطلبية، فجبتن أنا. مين؟ ستك اليوم إجت على محلنا. قصدك إنه ستي إجت على محلكم؟ يعني ستي وأمك وخالتك التقوا اليوم مرة تانية وشافوا بعضهم؟ إيه تماماً. كتير حلو، شو صار؟ أكيد فيكي تتخيلي الموقف ونوع الحديث يلي صار بيناتهم. إيه طيب، أكيد ستك مو بالبيت؟ ها، لهيك البيت هادي. قصدي خلص، لا تدققي، هاي جبتلك الطلب. ايه ومين غيره بده يطلبهم؟ ستي بتحبهم كتير. على كلين قديش الحساب؟ هاي هي الفاتورة. لحظة، تفضل. ماشي، حسم 10%. ليش الحسم؟ هذا عرض للتسويق؟ لا، نحن منعمل حسم للعالم يلي منعرفها، وهلأ أنا بعرفك، لهيك بقدر أعمل لك حسم إليك. شكرا. بس دقيقة. ماشي. ألو، حابين نتأكد إذا الطلبية وصلت. محلنا مفتوح كل الوقت كرمالك، لو سمحت احفظي الرقم. كيف أخذت رقمي؟ من محل ما عرفت أسماء بقية العيلة. هاي قصة بحكي لك إياها بعدين، هلأ لازم أروح. بدك شي؟ أنا تأخرت. هالشي مضي على الوقت. مرحبا ستي، أنا رفيقتي جو، صني. كتير انبسطت بشوفتك هلأ. وأنا كمان ابني. شايفتي جو كيف بيحكي باحترام كتير وبيعرفني عن حاله دغري؟ وهدول التنتين بيحبوا يتخانقوا على طول. ستي كأنه قصدك أنت عن جيرانك بالبناية، ما؟ إيه، كيف عرفت عن مين عم بحكي؟ بالحقيقة عن طريق مضحك انتي ستي هيك. بس ستي عن جد هدول شغلة كبيرة. شو؟ شغلة عظيمة. شغلة مهمة؟ يعني أنا ماني مهمة؟ لو بس زي أنا، لو بس زي أنا كنت. بس دقيقة، أنت كيف بتعرف بهي الشغلات؟ احكي. من الجيران، يعني مشهورين قدام الجيران، يعني أكلهم طيب وبيوصلوا لكل البيوت، حتى أنا دائماً باكل تسالي من عندهم. لو كانوا هنن مناح مثل تساليهم وقتها أكيد رح يكونوا شغلة كتير مهمة، بس هنن مو هيك أبداً. مبلا. طيب ستي بشوفك بعدين، عن إذنك. هذا رفيقك لكان؟ امتى صرتوا رفقات؟ كيف صرتوا رفقات؟ قولي. يلا احكي لها لشوف. لك مين جاب هدول الاغراض؟ مين اللي جابها؟ ستي بالحقيقة أنا ما بعرف مين. أنت دفعتي حقهم؟ مين قالك تدفعي؟ قولي مين اللي قالك تدفعي؟ يلا كبيهم لبرا. بس ستي انتي بتحبي هدول الشغلات صح؟ انا ما بحبهم، كبيهم برات البيت يلا. طيب ستي اهدي، انا رح اعمل مثل ما بدك. اهدي رح ارجع استني، انتظري شوي شوي بس. هدول الاختين بعتوهم لهون.
خير؟ اتصلتي فيني بهالسرعة هي؟ لك على الأقل كنتي. استني شوية وقت، ماني هربان. ليك اسمعني شوي. طيب أنا سامعك، يلا قولي شو بدك؟ ما بدي أطلب شي منك، تعال وخذ التسالي تبعك. ليش؟ أو شو يعني ليش؟ شو ممكن يكون السبب؟ واضحة ستي، ببساطة شافت إنه هدول الغراض تبع محلكن عنا بالبيت وبدها ترجعون. تعالوا خدهم بسرعة، الله يخليك. خدهم أحسن ما أتقلع من البيت وأتشرد بسبب هدول الغراض. آسف بس ما بقدر. ما منرجع البضاعة بعد ما نبيعها نحنا. خد بضاعتك، ما بدي المصاري، خليهم معك. لما بتصير البيعة بتكون صارت، هلأ لا المصاري ولا البضاعة. منقدر نرجع منهم شي. آسف بس انت لساتك هون؟ اذا لساتك هون لو سمحت تعال وخذ اغراض محلكم من هون، بترجاك لحد هاللحظه ولا شي بعناه ورجع. القصه قصه سمعه. وتاني شي ستك ما عندها اي مشكله مع تسالينا ولا البضاعه يلي منبيعها، عندها مشكله مع امي وخالتي. ليكي لقلك خلي التسالي يوم واحد زياده معك، وبراهنك انه ستك لحالها رح تاكلهم ورح تقلك تاكلي. وكمان من هون لوقتها إذا بدك جيب لك شي تاني، يعني أنواع وأصناف جديدة، اتصلي فيني على السريع، لأنه محل كنديشي دائما بخدمتك والتوصيل علي أنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.